طبعا يا جماعه انتوا شفتوا قوه الخيال يقدر يوصلنا ليه. هو ده اللي احنا محتاجينه عشان نوصل الكونتنت بالفيجوال، ونقدر نوصل بالمحتوى اللي احنا بنقدمه لاقصى درجه من الابهار، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده، دور الفيجوال في صناعه المحتوى. اهلا بيكم في برنامج الوصل. من اهم الحاجات وانت بتصنع المحتوى انك تربط الكونتنت بالفيجوال. هل ده صعب؟ لا مش صعب. هل ده سهل؟ لا برضو مش سهل. حياتي يا رامي، وسهل ولا صعب؟ انا افهمكم ليه مش صعب. لان اللي بيشتغل على نفسه وعايز يوصل لهدفه هيقدر يعدي اي صعب. بس ده مش كلام تنميه بشريه عشان يريحك وخلاص، لا هو بس بيبقى حاجه مضيئه تحمسك وتنور لك طريقك. تمام. طيب ليه مش سهل؟ مش سهل لان الابهار صناعه وعناصرها كتير، ما تاخدش في كورس ولا في درس على النت، ده لازم محترفين وناس عندهم خبرات متراكمه يقدروا يحولوا بيها اي فكره لفيجوال. بس هل ده كل حاجه؟ لا، ده في عوامل تانيه كتير، زي انك تربط هدف الماركتيرز بخيال الديزاينرز وصناع المحتوى ونفذ الاعلانات، وانك طبعا تشتغل بمقاييس وخطوات صناعه المحتوى اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت بتاعه خطوات صناعه المحتوى. لو ما كنتوش اتفرجتوا عليها يبقى لازم تتفرجوا عليها. المشكله ان مهما وصلت خبره المصمم لازم ادوات تساعده لتنفيذ اللي هو والماركتير عايزين يوصلوا له جمهور المستهدف. ده موضوع تفاصيله كتير وعايز حلقات وحلقات. اقول لكم ايه ولا ايه، شغلانه وتفاصيلها كتير وكلها متغيرات، بس فيها ثوابت وفريمز بتحددها، زي مثلا الاقسام بتاعتها واللي هتلاقوها في المصادر بتاعتنا في الديسكريبشن بوكس. ده مثال لكيفيه استخدام الابهار في المحتوى. زي ده مثلا، ده مش استوديو حقيقي، ده ديكور مرسوم 3D واحنا مصورين وورانا كروما اللي هي دي. طبعا احنا مستخدمين كاميرات واضاءات بروفيشنال عشان يطلع الشغل بالمنظر ده. طبعا فريق في اف اكس محترف هو اللي شايل القصه دي. اللي هيكلمنا اكتر عن الموضوع ده هو امير وكريم من فريق في اف اكس. تعالوا يا بتوع الماجيك. احنا بتوع الماجيك، بتوع الفي اف اكس. الميتافيرس ما كانش ينفع تتعمل الا بالفي اف اكس. الفراعنه كناش هنقدر نتخيلهم من غير الفي اف اكس. افلام عالميه كتير، لورد اوف ذا رينجز، ذا ماتريكس، جيم اوف ثرونز، هوبت، كل ده مليان في فيكس، وفي نفس الوقت ده قلل تكاليف عمليه الانتاج لدرجه ان في افلام عالميه اتعملت في اوضه. هنتكلم اكتر عن تفاصيل تقنيه الفي اف اكس في وصلات تانيه من وصلات كور ديجيتال. مستنيين نشوفكم في الفي اف اكس ورك شوب اللي مقدمها كور ديجيتال عشان تتعلموا اهم واحدث تقنيات الخيال الرسمائيه. شكرا يا رانيا. ورجعت لكم تاني عشان اقول لكم الخلاصه. شكرا امير وكريم. ممكن تقعد تتكلم كتير جدا او تكتب مدونات فيها الاف الكلمات، لكن الفيجوال ممكن بصوره واحده تعبر عن الف كلمه. ممكن بفيديو صغير توصل حاجه مرئيه لجمهورك المستهدف تخليه عايز يتابعك جدا. يعني وانت بتصنع محتوى لازم تقدم محتوى قوي ويكون ليك ميزه تنافسيه عن غيرك، لكن برضو لازم تدمجه بخيال عالي عن طريق الفيجوال. تكلمنا معاكم عن وصلة جديدة، استنونا كل يوم اثنين في بقية الوصلات عشان تعرف ازاي توصل لأعلى نتيجة. طبعا لو الحلقة عجبتكم تقدروا تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وهستنى رأيكم عن ايه اكتر الادوات اللي ممكن تساعدكم في توصيل محتوى قوي. وفي خبر مهم قوي لأي حد بيدور على فرصة عمل او تدريب في مجالات الفيجوال او التسويق الالكتروني والبرمجة، تقدر تقدم من خلال الرابط اللي في الديسكريبشن بوكس باسم coredigital.com/careers، او تقدم على الورك شوب المقدمه من شركه كور ديجيتال اللي هيكون فيها كذا تخصص. نشوفكم على خير، انتوا دايما متواصلين. باي.